السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم تجربة لعبة جديدة اسمها باسورد. بس قبل لا نبدأ شباب، لا تسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا بسم الله نبدأ نجرب لعبة باسورد أو باص العالم. فاز، وش اللعبة هذه؟ بصراحة ما أعرف إيش عنها، شفت العرض إنك معك باص ومركب ناس وتمشي فقط لا غير، فقلت خلونا نجرب اللعبة معكم ونشوفها مع بعض. فروح ستارت. اوكي، شيرنوبل. اوه، يعني رحلتنا من هنا الى هنا. او ماي جاد، هذه شي روسيا صح؟ اتقنا روسيا. تشاينا الى الصين. اوكي، رحلتنا بتكون من روسيا الى الصين صح؟ والله ما ادري. اوه لا، اوكي. معليش نختار المرحلة. معليش. طيب، في قصة هنا يقول. اوكي، يقول بعد 35 ساعة after the explosion of Chernobyl. اوكي، بعد ما انفجر شيرنوبل. كلكم تعرفوا قصة شيرنوبل صح؟ المفاعل النووي شيرنوبل اللي انفجر. فتوقع الحين احنا بنخلي الناس، احنا من ضمن 1200 باص اللي يسووا اخلاء للناس. اوكي حلو، اوكي خلونا نبدا نروح نسوي اخلاء للناس اللي انفجروا عند تشيرنوبل، او المدينه اللي انفجرت فيها تشيرنوبل. مدري 27 1986. اوكي، احنا بشيرنوبل الحين، او احنا موظفين. تفطر، وش صار؟ تعلق عشان اشتغل. اوه ماي جاد، يا الباص كيف اشتغل. اوكي، لو تسكت هذه كان افضل. عشان ناخذ 180 درجة. طيب، احنا تبع حقين الباصات اللي يحملون الناس. اوكي، زد نفك الهاند بريك. اكس، ليش اكس اللي يمشي؟ نغير دي ولا ار؟ بعشق الجيم. اوكي، لا نبغى نرجع. انا ما اشوف هل ورانا احد ولا لا. طيب، والحين نبدل الدي ونمشي. الباص هذا ما في احد. اوكي، الحين بنحمل ناس مفروض ونطلعهم من مدينة تشيرنوبل. افتح الباب. اوكي، خله مفتوح. اوكي، ممكن توخرون. القيادة لا بأس فيها بصراحة. حاليا أشوف القيادة حلوة. أوكي، هذول الناس اللي ناخذهم صح؟ أوكي، نوقف حنا بالخط اللي هنا. اركبوا. أوكي، خلوا يركبوا. كم واحد معنا؟ ما أدري بصراحة، لكن يكون فل الباص، المفروض يكون فل. الصوت هذه مرة مزعجة، هل يمكن نقصر صوتها؟ اوكي، اختفى صوتها، حلو. خلاص، باقي احد. او ماي جاد، يا اتوقع بيكون فل الباص. ممكن خلاص. شت، هل يمكنني اعدل الكاميرا ارتفع؟ اتوقع خلاص. شت، خلاص فل. اوكي خلاص، حلو. سكر الباب. فك الهاند بريك. وننطلق. اوكي. اوكي، بينا نروح كذا. خلنا نمشي مع هذول. نتبعهم. يا ريت تشوف المنظور
مضطرة، يمديك تشوف ما توفر مع الوقت. اوكي كذا كذا تسوي زومان. القيادة ذكرتني شو اسمها بلعبة اوروبو تراك، تقريبا نفس التحكم بس هذيك تفاصيلها اكثر وافضل. اوه هذا للحين يحمل ناس. اوكي يقرب بيتك يا اخي، وين مسك بركب وجهي قلت تمام. العيد خلينا نعيدها. يعني ما ماتوا من تشيرنوبل، ماتوا من الحادث. اوكي اوه ماي جاد، الحين بركبه من جديد صح؟ اوكي ركبه حلو. طيب الحين لا شغل امشي فايز لا تصدم. خلاص سكرنا الباب، وش في هذا يقول سكر الباب؟ اوكي طيب سكرنا الباب. اوكي حلو. ممكن تمشون. اوكي حلو مشون. لاحظت ان اللعبة ضربة خفيفة خلاص زي الواقع، بس مو مرة بالواقع. يعني صدمة اللي قبل شوي المفروض يمشونها. عندنا الساعة هنا. اوكي حلو. اتوقع انه غير شكل الباص، مو نفس اللي قبل صح؟ او شكل المراتب على الاقل. ما علم وانا كيف ادق الشارع لكن مو مشكلة. اوكي حلو. اوكي توقعته. الكيو والاشارات اوكي نفس اوروب تراك. حلو انا عارف ان متاخرين لكن على الاقل ما نصدم. هل هذا صدمته؟ لا اتوقع حتى هذا تصدمه خلاص. حلو وضعنا حلو حلو حلو، مو زي البداية لكن حلو. يا اتوقع ان المراتب تغيرت مشكالهم هنا غير ركبوا. اوكي 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 تو فاريون. اوكي 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 طيب 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 نلحقهم الحين. بليز لا تخسر بليز. يخرب بيت الشغلة. يعني لازم اكون قريب عندهم. لا 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 ايش سويت؟ اوكي حلو. يا خلونا قريبين مرة علشان ما نجيب العيد. اوكي خلونا نمسك كذا عشان لو يمسك بريك فجأة الغبي هذا يمدينا نتصرف. احنا رابع باص صح؟ ما ورانا احد. احنا الرابع. ممتاز وضعنا ممتاز. انا عارف توي يعلموني الاشارات خلاص عرفت. اوكي يمدينا الحين نروح من هنا بعدين كذا. يا اخي مره يصيروا سريعين مره يصيروا. اوه هنا شو اسمه الشعاع. بسرعه 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 اطلع بسرعه. حلو حلو حلو. المفروض يعلموني كم كيلو كم باقي يعني. وات تلير وات ودي اتعداهم لكن خايف برضو خسروا عيد من جديد. لا ما راح اتعداهم. كان في شعاعات هنا يعني لازم بسرعه نطلع من المنطقه. حلو هنا برضو في شعاع. اوكي ليه تخلونك اسمع حالك تمشي مو لازم هذولا يكون افضل. اوكي وش اسوي؟ طيب وش اسوي؟ اوكي تروحي من نفسه صح؟ والله ما ادري. يا راحت من نفسه.
خايف الغبي يمسك البريك. سيدة مازال وضعنا سيدة حلو. طب هل في ماب؟ او ماي جاد يا الماب. يا ريت تسرعون. ممكن تسرعون. حلو حلو وصلنا. حلو وصلنا. طيب شو بيصير الحين؟ هذه كلها ترى المقدمة. هناك الانفجار اللي صار وطلعنا من المنطقة اللي فيها انفجار. حلو. يحاولون يطفونا بالطيارات. وخلصنا المقدمة. ممتاز. أسوأ مقدمة. بصراحة حلوة لكن شوي معقدينها. اوكي. خلاص المهمة الأولى. حلو. 1/10. طيب خلونا نروح الصين نشوف وش عندهم. باصاته تختلف صح. خلونا نشوف. يا الباص يختلف حق الصين. اوكي بدينا باص صيني. شكل الامواج مره غبي. حلو. نفكه ونمشي كذا. نفتح البيبان كذا. سكرها. اوكي طيب وين الركاب؟ المفروض هذولكم. ليش الشخصية صغيرة؟ احسها مرة صغيرة. شوفوا الكنبة اكبر منها والمقعد هذا اكبر منها. يا الحبيب ممكن تبعد. طيب خلونا ناخذ الركاب هذولا. اركب اركب. اوكي بسرعه بسرعه. باقي احد؟ ما اتوقع. خلاص حلو. طيب الرحله. اوكي قريبه. حلو احس انها قريبه. كيف العدادات تمشي؟ ما ادري الباص هذاك اللي قبل يمشي العدادات ولا لا. هذا اخف وافضل. بصراحه افضل من الباص اللي حق الروسي. لسه ناخذ. اوكي اركب. اوكي 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 اوكي. هذا جلتش ولا الفيضانات وصلتنا. سكر سكر الباب. ما شفتهم. اوكي على اساس انه فيضان. طيب اوكي الحمد لله ما صار لنا شيء. لو ان الباص الروسي يمدينا خاص خسرنا لكن الصيني لا عادي ما تخسر. طيب باقي هنا. ما حد مات صح؟ لا لا. ارجع. في واحد ورانا اشوف سيارته هنا. شت شفت الفيضان جانا. ماي جاد. طيب يا شباب ابدي الحلقه هنا. صراحه اللعبه مره حلوه. خلونا نقول اذا عجبتكم اللعبه لا تنسون اللايك والاشتراك. خلينا نشوف لو ناخذ المرحله الثانيه ايش يصير. ليش مقفله؟ احنا خلصنا الاولى. هل بيعطونا نفسه؟ بشوف بشوف هل يعطونا نفسه ولا لا. دقيقة قبل ما ننهي. إذا بيرجعونا نفس المرحلة أو نفس الفكرة فمرة غبية بتصير. أوكي يا نفس الفكرة. طيب كتبوا واحد من اثنين يا رجعونا نفس الفكرة. اتوقع حتى بيرضوا نفس الباص. طيب يا شباب بنهي الحلقه هنا. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسون اللايك والاشتراك ونشارككم في الحلقات الجايه. كان معكم فايز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.